طبعا احنا عارفين ان المراقبه قويه جدا بالنسبه لنا في المباريات المباراه الاولانيه بالنسبه لنا كنا مقسمينها شوط اول وشوط ثاني. في الاول الحمد لله يعني عملنا اللي احنا كنا عايزينه ان شاء الله. المباراه خلاص نزلت في الاولاني نفكر في المباراه القويه وطبعا عارفين الفرقه استعدنا بشكل كويس واحنا برضه بنستعد بشكل كويس وزي ما قلت شايف احنا مبسوطين ان احنا بنلعب الاجواء زي ما قلت موجود جمهور كبير الجمهور بتاع الرجاء طبعا بالنسبه لنا الجمهور بتاعنا كان موجود اللي احنا كنا فتره اللي فاتت ما كانش موجود دلوقتي موجود في البطوله الافريقيه وان شاء الله يكون موجود برضه في الدوري ان شاء الله بكره يبقى مباراه كويسه لينا وليهم ان شاء الله نحقق اللي احنا عايزينه. شكرا. احنا عامه الماتش اللي بدات الانسان اللي فاتت السنه اللي فاتت برضه لعبت هنا الرجاء موضوع الجمهور بالنسبة لي وبالنسبة للفرقة بنادي الأهلي عامة واللعيبة اللي موجودة عندها خبرات كبيرة جدا من الماتشات اللي زي دي وبرضه الجمهور رسالة. موضوع ممكن نصح حضرتك أو ممكن نصح حضرتكم اللي يتأثر عليها سلبي أو يتأثر عليها سلبي مفيش الكلام ده خالص. كلمة كوتش يقول إحنا ما بنخافش مفيش حد لعب في وادي قبل كده يكون خلاص اتعود عليها ويلعب فيها ما بيخافش. الموضوع كله بقى فيه ماتش مش اكتر يعني عندنا ماتش بكره مركزين في الماتش مركز في اللي ورا اللي ورا خلاص احنا نسيناها ونفكر في بكره بس. رد على سؤال حضرتك الفتره بتاع دوري المجموعات دوري اكون افضل والكلام ده كله احنا عندنا ماتشات كتيره الفتره اللي فاتت بين دوري وبين كاس وبين دوري المجموعات في افريقيا بيبقى عندنا ضغط مباريات ده ممكن اقول لحضرتك يعني ده بيبقى فيه شويه ضغط كان شويه لعيبه بس الحمد لله احنا بنقدر نعدي المرحله دي وعدينا الحمد لله ودلوقتي موجودين في ربع النهائي وماشيين بشكل كويس. دلوقتي احنا كاسبين الشوط الاولاني الماتش الاولاني وان شاء الله نفكر في الماتش بكره. ده اللي ممكن يعني دي الفتره اللي احنا بيبقى فيها ضغط عندنا المباريات ودي الموضوع كله يعني بس اكيد احنا بنتكلم في ماتش بكره ما بنتكلمش في اللي فات خلاص احنا اللي فات خلص خلاص احنا بنتكلم في بكره اكيد المباراه قويه بكره وهم فرقة منتظرة ومسرعة جدا واحنا قابلنا الماتش الأولاني ظهروا بشكل كويس جدا واحنا عندنا مباراة كويس جدا بكرة احنا بننزلنا من نجاهز المباراة وأهم حاجة عشان نصعد طبعا أهم حاجة نطلع واللي كسبان مبروك النصران النهارده الكلام ده كله أهم حاجة نطلع بس بشكل كويس أهم حاجة بصراحة أنا لعبت هنا في المغرب كتير بصراحة استمتع بالجمهور اللي موجود بصراحة الرجاء بالذات كان معانا برضه في كأس العالم بصراحة الجمهور المغربي يعني معروف في العالم كله مش أفريقيا بس وبالنسبة لي الجمهور اللي بلعب في المغرب طبعا يعني بالنسبة لي بقى الجمهور بالنسبة لي بكون مستمتع واللعيبة بتكون مستمتعة خلاف الجمهور اللي احنا خايفين لا اللعيبة بتبقى مستمتعة جدا بالجمهور وحضور الجمهور بالنسبة لنا يعني دي حياة الكورة يعني اللعيبة كلها بتحب يكون في الأجواء ديت بتكون موجودة الجمهور كلام اللعيبة بتحب تلعب بالشكل ده.